السلام عليكم أعزائي الطلبة، سنكمل ما تعلمناه في الحصة الماضية عن الجهاز العصبي، وسنبدأ إن شاء الله بالحبل الشوكي. أهدافنا لهذه الحصة أن يوضح الطالب مفهوم الحبل الشوكي، أن يعين الطالب الحبل الشوكي على الرسم، أن يستنتج الطالب أهمية الحبل الشوكي. هيا نتذكر ما تعلمناه سابقا. تأمل الشكل المجاور ثم أجب واكتب الأجزاء المشار إليها بالرسم. يمكنك الاستعانة بالكتاب المدرسي للإجابة على الأسئلة. أولا هيا بنا نكتب الرقم 1، الرقم 2، الرقم 3، الرقم 4، حيث أن الرقم 1 يمثل منطقة المهاد، الرقم 2 الدماغ المتوسط، الرقم 3 القنطرة، الرقم 4 النخاع المتوسط. ولو لاحظنا أن الرقم 1 والرقم 2 والرقم 3 هما عبارة عن جذع الدماغ، حيث أن الأجزاء الثلاثة تمثل جذع الدماغ، ويتصل جذع الدماغ من الأسفل بالحبل الشوكي، وهذا ما سنبدأ به في هذه الحصة، الحبل الشوكي. من خلال الشكل التالي والذي يبين وجود الحبل الشوكي في منطقة العمود الفقري، يعني في منطقة الظهر. هذا الشكل يمثل المخ، المخايخ، جذع الدماغ، ويتصل به أخيرا في منطقة الحبل الشوكي. وهذا الحبل الشوكي يوجد في منطقة العمود الفقري. العمود الفقري هو أحد أجزاء الجهاز الهيكلي والذي يشكل الدعامة للجسم ويعمل على حمل ثقل الجسم. لنتعرف أكثر على الحبل الشوكي، هيا بنا نشاهد الفيديو التالي. النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي يمر بحماية خلال القناة الفقرية داخل العمود الفقري. يصل طول الحبل الشوكي إلى 42 سنتيمترا عند المرأة و45 سنتيمترا عند الرجل، وتنبثق منه جميع أزواج الأعصاب الشوكية التي يبلغ عددها 31. النخاع الشوكي مثل الدماغ محاط بالأغشية الصحائية، الأم الحنون، الأم العنكبوتية، والأم الجافية. بين هذه الأغشية يوجد السائل النخاعي، السائل الدماغي الشوكي. يحتوي الحبل الشوكي على فتحة في مركزه، القناة المركزية. بسبب النمو الأكثر سرعة للعمود الفقري بالنسبة للحبل الشوكي، فإن الجذور العصبية لا توجد في نفس مستوى الثقوب الفقرية التي تخرج منها. لهذا السبب ينتهي النخاع الشوكي في مستوى الفقرة القطنية الثانية، بينما يعطي أعصابا تصل إلى الفقرة العجزية الخامسة أو حتى إلى أول فقرة العصعص. هيا بنا نتعرف إلى مفهوم الحبل الشوكي. الحبل الشوكي هو عمود من النسيج العصبي يبدأ من النخاع المستطيل ويمتد سفليا عبر العمود الفقري. يمتد الحبل الشوكي في قناة داخل سلسلة الظهر، وهو أسطواني الشكل. يتفرع عنه 31 زوجا من الأعصاب تسمى الأعصاب الشوكية، ويتصل الحبل الشوكي بالنخاع المستطيل ويمتد داخل قناة العمود الفقري. إذا يوجد داخل العمود الفقري حتى يحميه من المؤثرات أو الحوادث التي تصيب الإنسان.
تخرج من الحبل الشوكي مجموعة من الأعصاب الشوكية تربطه الدماغ مع جميع أنحاء الجسم. هيا نجيب على النشاط رقم 8 صفحة 59 حذر وقدر. تغيب علي عن المدرسة نتيجة إصابة عموده الفقري الذي أدى إلى شلله إثر عبثه بجسم مشبوه من مخلفات العدوان الصهيوني على غزة. السؤال الأول: ما الأعضاء المتضررة عند علي ولماذا؟ العمود الفقري والحبل الشوكي والأطراف السفلية لأنه قد أصيب بالشلل، وهذا يعني أن الأعصاب المسؤولة عن نقل أوامر الجهاز العصبي المركزي إلى أطرافه السفلية قد تلفت. أما السؤال الثاني: ما أهمية الحبل الشوكي للجسم؟ أهميته الأهمية الأولى نقل المعلومات الحسية من أعضاء الحس إلى الدماغ وينقل أوامر الدماغ إلى أعضاء الاستجابة. النقطة الثانية: تصدر عنه أحيانا أوامر دون الرجوع إلى الدماغ بما يسمى الفعل المنعكس، وهذا سنتعرف عليه لاحقا. ولكن ماذا يحدث لو تلف الحبل الشوكي؟ أي تلف في الحبل الشوكي يؤدي إلى توقف عمل أجهزة وأعضاء الجسم التي تغذى بأعصاب تخرج من المنطقة الواقعة تحت منطقة القطع. ما أثر العدوان الصهيوني على كل من البيئة والصحة؟ يحدث العدوان الصهيوني دمارا لكل من البيئة والصحة، حيث أن هذه المواد المتفجرة تطلق غازات ومواد سامة قد تؤثر على التربة الزراعية، الهواء، المياه وحتى الحيوانات. لكن ما احتياطات السلامة الواجب مراعاتها عند مشاهدة جسم مشبوه؟ أولا، عدم الاقتراب من رقم 2، الاتصال بأقرب مركز أمن لاستدعاء خبير للتعامل مع هذه الحالات. ولكن ما هي الطرق المحافظة على صحة الحبل الشوكي وسلامته؟ الجلوس السليم بحيث يكون الظهر عموديا على الأرض، أيضا عدم الجلوس أو الوقوف فترة زمنية طويلة، عدم حمل أثقال فوق طاقة الشخص، عدم القيام بحركات صعبة دون اتخاذ وضع الاستعداد. كل ذلك يؤثر على صحة الحبل الشوكي وسلامته. هيا بنا أعزائي الطلبة نتحدث عن وظائف الحبل الشوكي والتي قد مررنا بها قبل فترة وجيزة. رقم 1، ينقل المعلومات الحسية من أعضاء الحس المختلفة إلى الدماغ مثل الجلد مثلا، وينقل الأوامر من الدماغ إلى أعضاء الاستجابة. رقم 2، تصدر عنه أحيانا أوامر إلى العضلات الهيكلية كرد فعل سريع للمؤثرات الخارجية دون الرجوع إلى الدماغ، وهذا ما يسمى الفعل المنعكس. إذا الفعل المنعكس هو رد فعل سريع للمؤثرات الخارجية دون الرجوع إلى وهو ما يسمى بالفعل المنعكس. هذا الشكل يمثل الفعل المنعكس. من هذا الشكل أعزائي الطلبة يبين الفعل المنعكس وآليته. طبعا هنا مستقبل حسي مثل الجلد، وهذا دبوس أو إبرة يتصل بالعصبون الحسي عبر العصبون أو الخلية الموصلة، ومن الخلية الموصلة إلى العصبون الحركي ثم إلى العضلة لحدوث استجابة. لفهم هذا الموضوع بشكل أكبر هيا بنا نشاهد الفيديو التالي.
أعزائي الطلبة، في نهاية هذا الدرس أتمنى منكم الإجابة على هذا السؤال وإرساله عبر الموقع الإلكتروني للمعلمة إيمان رفيعة.